اليوم نحن نبني اذا فينا نقول اطول شجره بدمشق بطول 30 متر صنعت بايادي سوريه وحطيناها بساحه العباسيه تحديدا لانه هي واحده من الساحات يلي قاست اكثر شيء بدمشق بالشام بعيده 1 متر عن واحده من اعنف الجبهات يلي كانت وهي جبهه جوبر خط تماس. استجبنا لطلب مشروع اكشن لرعايه كرنفال ميلاد. نحن من يومين عملنا جزء من الكرنفال في منطقة الشعلان وشارع الحمراء بدمشق، واليوم نحن بلشنا من باب توما باتجاه ساحة العباسيين لإضاءة أطول وأكبر شجرة بدمشق. كثير حلوة الأجواء وبتمنى إنه كل عيد يكون هيك. بتمنى انه يرجع يعمل سلام على سوريا وكل سنه وانت سالم. شايف الكرنفال كثير حلو وعجبني وانا بتمنى بعيد الميلاد اني بس اكبر يطلع لي مستقبل حلو. سوريا دائما بلد المحبه، بلد الامان ان شاء الله دائما وما في عنا ابدا، نحن دائما ايد وحده. هي اول سنه نشكر الله بترجع بلدنا مثل الاول. ما بقى نقول مثل الأول، بدنا نقول أفضل من الأول ونشكر الله الحمد لله. هالعيد رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ومحبة. سوريا بتمرض بس ما بتموت، يعني شايفين شعبي عم يحب الحياة وجيش عم يريد النصر وقائد عم يصون العهد، أكيد سوريا حتكون بخير، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله هيك السلام يرجع يعم كل أرجاء سوريا والفرح مثل هلا الموجود هلا يضل موجود بكل سوريا.